السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد مساكم جميعا ورمضان كريم. في البداية بحب أحيي جاليتنا الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد اللي بجمعنا في هذا اليوم جمعية المرأة الفلسطينية في جنوب كاليفورنيا. وبدي أحييكم على هاي المبادرة الرائعة والأعمال الخيرية اللي بتقوموا فيها لدعم الطالبات الفلسطينيات في الأرض المحتلة، وهذا مجهود حقيقة تشكر عليه. حابب أشارككم في هذا اليوم لأنه أنا بحب العمل التطوعي ودعم طلابنا وطالباتنا الفلسطينيين، هذا شيء مهم وشيء برفع الراس حقيقة. بدي أشكركم مرة ثانية على استضافتي وإني أكون معاكم في هذا اليوم. بتمنى من الجميع، منا كلنا كفلسطينيين في كل مكان، إنه نخلي موضوع التبرع للتعليم هذا شيء عظيم جدا، وهذا بفيد شبابنا وبناتنا في كل مكان وبالتحديد في فلسطين. هذه رسالتي لكم، أنا بتمنى من الجميع، كل واحد فينا بيستطيع أنه يقدم شيء، أعتقد أنه هذا واجب علينا كلنا كفلسطينيين وحتى في المهجر، وبالتحديد جاليتنا الكريمة العظيمة في أمريكا، جاليتنا الفلسطينية. في نهاية حديثي بحب أختم بهذا الموال مع أغنية صغيرة. ما أجملك ما أجملك حب الوطن مثل الندى عذب نقي، عشقك وفاة ترابك دفى معطر بجوري ونرجسي، مشوار على الأرض انكتب، مشوار على الأرض انكتب، شعبي أنا تراب سلاب سلاب، لجل الأرض لجل الأرض ننسى العذاب، بس العهد ما ينتسى، وعلى عهدي على ديني على أرضي تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. كمان مرة بحب أشكر جمعية المرأة الفلسطينية في أمريكا وبالتحديد في جنوب كاليفورنيا، مشكورين على هاي الاستضافة، وأتمنى أنه نكون دائما إيد واحدة أنه نساعد أبناء شعبنا في كافة المجالات وأهمها مجال التعليم. تحية لكل الصبايا وبنات بلادنا، وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم.